بسكوت حلو قوي قوي للولاد ومغذي جدا ومفيد جدا ليهم، خصوصا ايام الدراسه والشتاء بالذات، بيدي كده طاقه وفي نفس الوقت لا تحتاجي فرن ولا تحتاجي وقفه كتير، وفي ثواني هتكوني عاملاه. تعالوا بينا نشوف مقاديره ونعرف مع بعض الطريقه. مقاديرنا النهارده هتكون عباره عن ربع كوبايه من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسه اللي بدون اي اضافات، عندنا كمان نص كوبايه من اللبن الباودر، كوبايتين من التمر المفروم، عارفين التمر طبعا بتاع رمضان اللي هو بيبقى طري مش الناشف، هنفرمه. وهنحتاج معلقتين كبار من الزبده الدايبه، معلقتين كبار من القشطه، واربعه من البسكويت العادي جدا بتاع الشاي. هنحتاج كمان كوبايه سمسم محمص. لو انتوا واخدين بالكم المكونات كلها قد ايه مفيده جدا ومغذيه، سمسم بقى وتمر وحليب بودر لا وبسكوت كله تمام التمام. تعالوا بينا بقى نشتغل. في البدايه هناخد دي السميد والحليب البودر ونحطهم على النار ونبتدي ان احنا نحمصهم ونديهم لون كده ايه ذهبي. الحاجات دي من الحاجات الحساسه جدا، فنراعي بقى ايدينا فيهم لغايه ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل اللي احنا عايزينه. ما ينفعش خالص ان انا اسيبهم واتحرك في اي حته، هتلاقي على طول ابتدوا ياخدوا اللون الذهبي الجميل، فلازم ايدينا فيهم. بنبقى محتارين ساعات، الولاد كمان نفسهم مش رايحه للاكل خاصه الصبح، فبسكويت اللي احنا هنعمله النهارده ده مع كوبايه لبن كده تديهم كده باور وهتغذيهم وتبقى حاجه مفيده جدا جدا ليهم. بدأ اللون يظهر معانا اهو، احنا كده حاطين دقيق السيمولينا وحاطين اللبن البودر وبنحمصهم على النار زي ما انتم شايفين كده. من على النار بسرعه لان لو سبته اكتر من كده هيبتدي ياخد لون احنا مش عايزينه. خلاص اتحمصوا والدنيا بقت تمام، حتى واحنا رافعين الطاسه من على النار هتلاقوا الطاسه لسه سخنه وتاثيرها لسه موجود، فيفضل ان انا برده اقلب فيه شويه لغايه ما الدنيا تهدى علشان اللون ما يغمقش. واضح اللون معانا جميل ازاي؟ زي الفل. تعالوا بينا بقى نجيب طبق كده عميق ونبتدي نعجن فيه التمر. عندي هنا البس بقى جلافز علشان ايه هنعجن بقى ونظبط الدنيا. ادي الخليط اللي احنا حمصناه كان مكون من دقيق السميد واللبن البودر، وادي التمر المفروم، هحط كمان الزبده واسيب شويه كده عشان هدهن بيهم، واحط القشطه. بسم الله. تعالوا بينا بقى نعجن الكلام ده كله مع بعض. هجمع بس المكونات مع بعض تمام حالا. هتلاقوا المكونات طرية في ايدينا خالص تحفة. طيب بسرعة بقى كده عشان قبل ما نطلع الفاصل هوريكم هنعمل ايه. معانا اكياس التلاجة، هفتح كده كيسين، ادي الكيس، وهاخد من الزبده وابتدي ادي دهنه حلوه كده للكيس بتاعنا، وانزل الحشوه بتاعتنا او خليط التمر، وهحط كيس تاني بس انا عايز اظبط الدنيا كده اخليه على شكل مستطيل شويه، هحط الكيس التاني وبرده هنحاول كده ان احنا ندهنه دهنه خفيفه بالزبده عشان بس ايه ما يلزقش معانا. خلاص كده ظبطت الدنيا. تعالوا بينا بقى بالنشابه ونفرد الحشوه بتاعتنا دي، عايزينها بسمك قليل يعني حوالي 2 مللي كده بس. تعالوا بينا نكمل بقى. كنا بنعمل مع بعض بسكوت التمر وقلنا من غير فرن من غير حاجه، وزي ما شفتوا الحشوه الجميله اللي بجد طعمها حكايه، فردناها ما بين كيسين ثلاجه مدهونين بالزبده وخليناها بسمك رقيق على قد ما نقدر. تمام يلا بينا بقى، هبتدي اشيل الطبقة اللي فوق والحتة اللي اتشالت نرجعها زي الفل. تعالوا بينا بقى بسكوت الشاي العادي جدا اللي بناكله تمام، هبتدي احطه بشكل كده ايه متساوي. زي ما انتوا واخدين بالكم الحشوة معمولة على شكل مستطيل على قد ما نقدر تمام. وتعالوا بينا بقى ايه نبتدي نلف
والكيس هيساعدنا هنا على اللي احنا بنعمله ده. هنقلب تمام كده ونظبط الدنيا. هايل، واخدين بالكم الطريقه ولا اسهل من كده؟ ما تيجوا بينا يلا نعمل دور كمان. عجبتهم كمان النهارده في المطبخ بصراحه. لا هي الفكره لطيفه جدا وسهله، واي حد بقى له في الخبز ملوش هيعملها وتطلع 10 على 10. تعالوا نتني مره تانية يلا، وزي ما قلنا الكيس هيساعدنا على الموضوع ده. بصوا ايه رايكم هنعملها بس 3 ادوار تمام. يلا احنا كده خلاص بنشطب، خلصنا خلاص تمام. بصوا بقى تعالوا نقص بقى الكلام ده كله، نرفع كده ونقص الزيادة. هايل، هنقفل ونظبط الدنيا، مش عايزين بسكوت بقى باين ولا حاجة تمام. هشيل بقى الزيادة دي خالص، هفردها واعملها تاني تمام. تعالوا بقى ده هنعمل فيه ايه؟ احنا خلصنا وشطبنا وقفلنا من جميع الجوانب. عندنا سمسم محمص، وضروري يكون محمص مش هينفع ني، وهبتدي بقى ايه اغلف الرول ده كله بالسمسم المحمص من جميع الجوانب تمام. يعني بسكوت بالتمر وبالسمسم وحاجه زي الفل. هقلب عشان اعمل الناحيه التانيه، ما تقلقوش السمسم هيمسك عليه والدنيا هتبقى تمام. طيب دلوقتي بقى الخطوه اللي بعد كده على طول هتكون التلاجه. إيه هنحط الرول بتاعنا ده في التلاجه مده ما تقلش عن 3 4 ساعات، عايزه الدنيا تمسك مع بعض كويس جدا عشان لما اجي اقطعها تتقطع معايا بكل سهوله. هغلف وعلى التلاجه على طول تمام، الدنيا تظبط ويجمد ونطلعه بالشكل ده. ويلا بينا نقطعه اهو. قطعي بقى السمك اللي انت عايزاه، ممكن نقطع بالورب كمان مش لازم يبقى كله مستطيل تمام كده. هايل، لما هيجمد معاكي في التلاجة هيديكي نتيجة روعة وتقطيع بكل سهولة. هجيب طبق نقدم فيه، عايزاكم بقى تجربوا الفكره وتقولوا لي رايكم فيها، ان شاء الله هتعجبكم جدا. بصوا شكل البسكوته من جوه، مين معانا؟ طيب ايه رايك كده؟ زي الفل، جميل جدا البسكوت، شايفين الطبقات شايفين الحشوه، ولا احلى من كده، وبجد الطعم حكايه. يلا بينا نقدم ده بسرعه. حاجه كده وجبه متكامله العناصر للولاد الصبح يفطروا بيها قبل ما ينزلوا مدرستهم. حلو جدا كفايه. يلا بينا نشيل بقى الكلام ده من هنا ونجيب كمان، احنا مقطعين شويه تانيين تمام. بسم الله، ده متقطع مستطيلات وده بالورب، وانتوا بقى حرين في التقطيع بتاعتكم، اهم حاجه النتيجه بجد ولا اروع من كده. بص ده كمان تحفه 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 اهو. زي الفل، تسلموا وتعيشوا يا رب. دي كده تحفه جدا بجد. دي كانت وصفتنا النهارده، بسكوت سهل وبسيط جدا من غير فرن من غير دقيق ولا عجن ولا خبز، عملنا احلى بسكوت تمر في الدنيا.